كل مبارياتنا صعبة، والدليل انه نادي تشرين فريق في فريق بطل ثلاث مواسم. اي فريق انت ما بتنزل بتركيزك العالي بالجدية التامة اكيد بدك تتعاقب. كرة القدم بس تستهتر فيها اكيد تتعاقب، لذلك نحن الجدية الموجودة عند الفريق، العرفانين شو بدهم بأرض الملعب، تركيزنا العالي بأرض الملعب، الصبر اللي عم يكون بأرض الملعب لحتى نقدر نسجل أول هدف، هذا كتير بالنسبة لنا مهم. أكيد نحن استحواذنا عم يكون أفضل من بقية الفرق اللي عم نلعبهم، بس هذا ما بيكفي. الثقة بتجي من الأهداف، كنا عارفين أنه فريق حطين فريق مميز هجوميا خاصة على الأطراف، قدرنا نسكر وأكيد استغلينا أخطاءهم الدفاعية، والحمد لله رب العالمين. الأهم حاليا الثلاث نقاط اللي احنا عم ناخذ، مثل ما قلت لك عنك كل مرحلة دائما هي نهائي. اليوم نقول مبروك لفريق الوسبي، كان الفريق بعتقد الفريق كان الأفضل، بغض النظر اني احب الشوط الثاني قدرنا الحمد لله يعني نقدر نعمل فرص نخلق فرص، بس الجول المباغت الثاني اللي هو أثر على شوي على الفريق، اني من خطأ اجى عدم تغطية صحيح كانت هجمة مرتدة علينا. كان الفريق على اول 10 دقائق ربع ساعه ضاغط بشكل مباشر وكان في فرص للفريق بس ما قدرنا نسجلنا. اكلنا الجول الثاني صفى بقى الامور، صفت عم تصعب علينا شوي شوي، وهي كره القدم يعني هي بالنهايه نتيجه، يعني بغض النظر عن انك انت اليوم ربحان الاسبوع الماضي، احيانا النتائج ما بتعكس اداء الفريق. احنا اليوم ما ادينا بالشكل المطلوب، بعتقد في عنا أفضل من هيك إن شاء الله بإذن الله، وبعتقد إن شاء الله للقادم راح يكون أفضل إن شاء الله بإذن الله. يعني هو عدم تركيز، يعني أخطاء فردية، الجول الأول الجول الثاني، يعني لاعب ما قدر شتت الكرة ردت من الحارس، يعني إجت قدامه في رعونة، كان في شوي تردد، إجت للاعب الوسبي وحطها بالجول. يعني الجول سهل جدا كان دخل علينا، حرام يدخل هيك جول. قلت لك صارت نتيجة 2-0، أنا لاحظت إني في شوية عدم انسجام بين قلبين الدفاع، حاولت اني قدر الامكان اني اصلح الوضع، ما لحقنا نصلح، اكلنا الجول الثاني، حاولنا قدر الامكان اخر ربع ساعة ثلث ساعة نعمل شيء، عملنا تبديلات، بس للاسف يعني ما كان فيها الزخم الهجومي اللي كان عندنا موجود مثل المباراة الماضية. وان شاء الله باذن الله رح نوقف على الاخطاء، واهم شيء الاخطاء الدفاعية. يعني اليوم ممكن ما تسجل بس ما يدخل عليك جول بسهولة. هاليوم بعتبر الجولين دخلوا علينا جولين بعتقد سهلين.